مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحيا مصر، تحيا. أعتقد كلام من القلب، والنادي الأهلي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. دور النادي الأهلي لا يقتصر على الجانب الرياضي، ولكن النادي الأهلي ليه يعني أدوار مهمة جدا، وكلنا وكل فرد فينا يعلم الدور الوطني للنادي الأهلي، وأن يكون الفرع الرابع للنادي الأهلي في واجهة ومدخل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة المصرية وهي العاصمة الإدارية. كلام كتير جدا، ولكن وعدوا وأوفوا. مجلس إدارة النادي الأهلي قطعوا على نفسهم عهد وحققوه، وفي وقت صعب جدا وفي ظل أزمة اقتصادية بيعاني منها العالم، ولكن كانوا قد الوعد اللي قطعوه على نفسهم. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي الوزير العمري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. معالي الوزير، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحيا مصر، تحيا. والنادي الأهلي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. أكيد بتبقى عندك فخر واعتزاز بالانتماء للدولة المصرية، وفخر واعتزاز بانتماء للنادي الأهلي ودوره الذي لا يقتصر على الجانب الرياضي، ولكن النادي الأهلي دوره وأدواره المهمة جدا أنه يسير مع الدولة في خطوط متوازية من أجل التعمير والإنشاء. أعتقد ده مهم جدا يا معالي الوزير. أكيد أكيد، مصر بلدنا غالية علينا، وأكيد النادي الأهلي مؤسسة من المؤسسات الوطنية الكبيرة اللي بتدعم دايما البناء والتشييد والخدمة المجتمعية والتحرك وإيجاد الكوادر، والحقيقة الحياة اللي موجودة في النادي الأهلي في جميع الأفرع بتاعته أعتقد الحمد لله نموذج مشرف لكل شباب مصر ولكل الأسر المصرية، والقواعد اللي محطوطة في النادي والتنظيمات والشكل والاسلوب وكيفيه التعامل واللجان، لجان الشباب والثقافه والحاجات كتير الحقيقه، وزاوية الهمم والقدرات الخاصه، وكل الكلام ده يؤكد ان النادي الاهلي جزء وطني بارع متميز دائم الحقيقه السند القوي للدوله المصريه. ربنا يا رب دايما يخلي لنا النادي الاهلي، ربنا دايما يخلي لنا مصر بخير، مصر العظيمة الكبيرة الواعدة اللي إن شاء الله يبقى مستقبلها دايما مستقبل مشرق للفترات الجاية. وجود النادي الأهلي النهاردة في القاهرة الجديدة في هذا المكان اللي يقرب عن العاصمة الإدارية المفروض إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بتدخل الفترة الجاية حيز التشغيل الكامل إن شاء الله بإذن الله، أعتقد المسافة تقريبا حوالي ربع ساعة بالعربية، وده في حد ذاته أعتقد خدمة كبيرة جدا لكل المجموعات السكنية والكومباوندات اللي موجودة في العاصمة الإدارية، إن يكون مؤسسة بحجم النادي الأهلي بتقترب منهم ب 15 دقيقة أعتقد ده حدث إيجابي لمنطقة التجمع، حدث إيجابي كمان لينا إحنا، إن إحنا كل مدى الحقيقة بنروح لأعضائنا بشكل مختلف بفرع متميز. يحسب لمجلس الإدارة الحقيقة إنه قرر إنه يبني وافتتح في نفس عهد مجلس الإدارة، وده حدث تاريخي لم يحدث على مدار تاريخ النادي الأهلي. يعني فرع مدينة نصر الحقيقة كانت بدايته مع الكابتن عبده صالح الوحش، ثم افتتح في عهد الكابتن صالح سليم، ثم استكمل الكابتن حسن، ثم المهندس محمود طاهر، ثم الكابتن محمود الخطيب في فترات التطوير اللي فاتت. فرع زايد بدأ في عهد الكابتن صالح سليم برضو، ثم الكابتن حسن، ثم افتتح في عهد المهندس محمود طاهر. أعتقد الحمد لله فرع التجمع البداية كانت على طول الحقيقة، كان المهندس محمود طاهر كان اشترى الأرض وخد قرار الأرض قبل الانتخابات 2017 تقريبا بحوالي شهر أو 15 يوم، ثم كان الاهتمام من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة بأن احنا ضروري أن احنا نشتغل على أن احنا نفتتح، وربنا وفقنا وأكرمنا أن خلال 3 سنين ونص نفتتح فرع بهذا الشكل الضخم بالتوازي مع كم الانشاءات اللي اتعملت في الافرع الاخرى. اعتقد ده حدث يعني كبير وحدث تاريخي بيوثق في تاريخ النادي الاهلي، في نفس التوقيت كمان اللي انت الحمد لله متميز في جميع الانشطه الرياضيه الحقيقه، متميز بلاعبينك باجهزتك الفنيه بشبابك اللي موجود اللي دايما بيرفع اسم النادي الاهلي في كل المحافل الدوليه. اعتقد كل ده ان كل ده يبقى بيتحرك عليه في توقيت واحد اعتقد ده نجاح مبهر ونجاح كبير. معالي الوزير، 16 فبراير عام 2020 وضعت حجر الأساس، بعد 929 يوم
أسرع فرع تم إنشاؤه في تاريخ النادي الأهلي في ظل أزمة عالمية اقتصادية، أزمة كورونا، كانت أزمات كتير جدا بتعوق هذا الأمر، ولكن تحملتم هذا العبء واليوم بتوفوا بالعهد. الحمد لله، رضا من عند ربنا طبعا ان احنا نتوفق في ده، لانه اكيد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي موجودة وظل ظروف كورونا وظل ظروف كل الكلام ده كله، ان انت تبقى بتشتغل على الارض وبتعمل تطوير كامل للافرع بتاعتك وكمان تفتح فرع جديد وزي ما لسه كنت بقول وتنجح في كم البطولات والانجازات والميداليات، اعتقد ده حدث يعني يحسب للجمعيه العموميه انها اختارت مجلس ده. اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وكمان الحمد لله نعمه من عند ربنا ان دي في حاله رضا، ان في مجموعه عمل واحده، في تيم ورك بيشتغل على الملفات كلها مع بعض، في الحقيقه حب، في تجانس بشكل كبير جدا الحمد لله رب العالمين داخل مجلس الاداره مع الحقيقه الادارات اللي موجوده في النادي. بشكر كل واحد ادى للنادي الاهلي، بشكر كل واحد اشتغل في النادي الاهلي، بشكر كل واحد الحقيقه كان حريص على انه يبقى ليه دور في بناء طوبه او جزء من تاريخ النادي الاهلي. بشكر طبعا القوات المسلحه، الهيئه الهندسيه الحقيقه على كم المجهود الكبير، بشكر جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه الحقيقه على الانشاءات اللي اتعملت قبل كده، بشكر الحقيقه شركات المخابرات العامه اللي برضو كان ليها دور في بعض برضو المنشات اللي اتعملت في افرع اخرى، بشكر الحقيقه كل الساده الشركات اللي اشتغلت، شركه الاهرام اشتغلت الحقيقه في الفرع بتاع التجمع الحقيقه واثبتت انها ما شاء الله واحده من اكبر الشركات في مصر اللي تقدر تنجز في هذا الوقت القصير ببنيه تحتيه كامله. اعتقد كل الكلام ده الحقيقه شيء ايجابي جدا ونعمة من عند ربنا، وربنا يا رب يجيب الخير دايما للنادي الاهلي. معالي الوزير، بنشكر حضرتك. ركن جديد بيضاف لاركان البيت الاهلاوي، ولكن طموحكم كمجلس اداره وطموح الجماهير لا يتوقف سواء على المستوى الرياضي او على مستوى الانشاءات. اكيد اكيد في ملفات تانية بتدرس الفتره اللي فاتت دي وطلع تباعا، اكيد مش هيبقى اخر فرع، اكيد عندنا حلم الاستاد بتاعنا اللي ان شاء الله يعني مركزين الفتره فيه الفتره الجايه ان شاء الله. عندنا كمان الحقيقه برضو الفتره اللي فاتت نجحنا ان احنا نعمل حاجه خاصه باعضاء النادي الاهلي في مارينا، دي حاجه في حد ذاته حاجه كبيره جدا انك تكون عندك فندق وعندك شاطئ خاص لاعضاء النادي الاهلي يبقى موجود داخل منطقه العالمين، ده في حد ذاته برضو حاجه الحمد لله حدث كبير، بجانب الحقيقه منتجع النادي الاهلي في مرسى مطروح. كل ده بيؤكد لك ان انت ماشي بخطى ثابته، بخطى فيها رؤيه، فيها استراتيجيه، بتتحرك على خدمه مجتمعيه كامله، بتتحرك على خدمه اعضائك، بتتحرك في ملفات جديده، بتتحرك على ارقام قياسيه في كل المجالات، لان مش كل الانديه على مستوى العالم عندها ولا المجتمع الداخلي اللي في النادي الاهلي ولا كمان الافكار اللي بتتحرك عليها ان يبقى فيها خدمه مجتمعيه بهذا الشكل، ولا ليها الدور السياسي او الوطني اللي يبقى موجود بيه زي حجم النادي الاهلي الحقيقه وهو بيشتغل. الوزير، بنشكر حضرتك ونتمنى لكم التوفيق يا رب، وباذن الله نبارك على البطوله الافريقيه باذن الله. ثلاث فرق هيلعبوا كاس عالم للانديه، الطايره والسله واليد، وان شاء الله فريق كره القدم. ربنا يا رب يكرم ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين في كره القدم في الفاينل مباراه الوداد، مباراه مهمه، مباراة الحقيقة قوية، لازم نحترم الفريق المنافس، مباراة لسه هتبدأ في مرحلتها الأولى والثانية، مطلوب طبعا الحضور الجماهيري اللي ما شاء الله يمكن التذاكر كلها نفذت، مطلوب ان الجمهور بتاع النادي الاهلي الحقيقه يبقى شايف كويس قوي ومركز، احنا تركيزنا في الملعب، تركيزنا مع لاعبتنا، مش عايزين حد يخرجنا عن الاطار العام، عايزين هدوء في الملعب، عايزين ثقه في لاعبتنا، عايزين تشجيع لحد اخر لحظه، احنا تملي بنشتغل على البلاس 90 لحد اخر لحظه، دايما بيبقى عندنا الامل في كل حاجه، ان شاء الله ربنا يحالفنا ونعمل انجاز جديد يضاف لكم الانجازات والارقام القياسيه بتاعتنا ان شاء الله. اخيرا 18 بطوله في العاب الصالات وملف العاب الصالات، وخليني اقول لك ان كتير جدا من الجماهير بدات تلتف حول العاب الصالات، ما كانتش بتتابع، لكن الطفره اللي بيشهدها النادي الاهلي في ملف العاب الصالات وحاله الانتعاش اللي بيعيشها النادي الاهلي، واعتقد حضرتك لامس هذا الامر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على نطاق جمهور النادي الاهلي او في اي مكان بتقابل حد من جمهور النادي الاهلي. بص، الحمد لله ربنا اكرمنا طبعا في العاب الصالات السنه دي الحقيقه، بشكر اداره النشاط الرياضي الحقيقه واللاعبين والاجهزه الفنيه، لان الحقيقه برضو يعني كل واحد منهم ليه دور، بشكر كل الناس اللي موجوده في النشاط الرياضي في النادي الاهلي انها اشتغلت الحقيقه،
واثبتت انها ما شاء الله بتحب النادي الاهلي وبترفع اسم النادي الاهلي. لازم برضو نستوعب ان الاتحادات كان ليها دور الحقيقه، ملف مهم، لانه قصه ان انا العب البيست اوف 3 والبيست اوف 5 والكلام ده عمل حاله حراك موجوده في يعني تتالي المباريات بهذا الشكل، اللي خلى كمان الاهتمام الاعلامي الحقيقه قوي جدا، اللي حط الملفات على اجنده الجماهير كلها بشكل كبير جدا. نجاح النادي الاهلي في انه يثبت انه دايما كفء انه يقدم مباريات قويه وان يبقى فيه الروح والعزيمه انه ياخد البطولات واحده تلو الاخرى، اعتقد كل ده الحقيقه عمل حاله حراك في جماهير الاهلي كبيره جدا، وبقت الناس بتفكر لها. ولازم ناخد بالنا ان دي ليها عوائد ايجابيه الفترات الجايه، لانه ليه؟ مع الاهتمام الجماهيري هتلاقي عقود الرعايه تختلف بالنسبه للنشاط الرياضي. كان النشاط الرياضي دايما مختلف شويه عن الكوره، الكوره يتملي بتاخد عقود الرعايه اكبر، انما مع وجود الاهتمام الجماهيري ده اعتقد برضو ده بيحط ايجابيات جديده للنشاط الرياضي، ان يبقى عندهم مدخلات متميزه جدا لان الناس بتجري ورا تملي اللي الجماهير بتحبه. فاعتقد الحمد لله باسكت طايره اند بول وكره ميه احنا عاملين فيها الحمد لله برضو طفره ايجابيه جدا الفترات اللي فاتت دي. الالعاب الفرديه كمان ما اقدرش انساها عشان برضو ما نبقاش يعني لازم ندي الناس حقها، احنا عاملين انجازات الحقيقه فيها متميزه للغايه، احنا قاعدين بنعمل حصر بكل الارقام القياسيه بتاعت النادي الاهلي اليومين دول، عشان اكيد قريب قوي هيبقى في احتفاليه ان شاء الله بكل الفرق الجماعيه ان شاء الله باذن الله. وزير بشكر حضرتك، اطلع عليك الحديث، ولكن دايما بيبقى كلام مع حضرتك كلام طالع منظم، كلام طالع من القلب، مش معالي الوزير العمري فاروق رئيس مجلس اداره النادي الاهلي فقط، ولكن المشجع الاهلاوي العمري فاروق. اكيد اول حاجه بشكركم على وجودكم دايما في النادي الاهلي وعلى جهدكم. قناة النادي الاهلي الحقيقه باذله مجهود كبير انها تغطي كل احداث النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. يعني الحقيقه برضو فرصه ان انا اقول للكابتن اسلام الشاطر الحقيقه البقاء لله، ويعني في والده وربنا يصبره، وكنا مفتقدينه النهارده، انما ان شاء الله باذن الله رب العالمين يكون موجود معانا في اقرب فرصه داخل فرع التجمع وداخل النادي الاهلي. بقول لكم جهدكم متميز وما شاء الله موفقين دايما، والاهلي ما شاء الله حاجه تشرف. شكرا معالي الوزير. الله يخليك، تسلم تسلم. كلمة مهمة جدا، الأهلي حاجة تشرف، كلام مهم جدا من معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وضح كافة الأمور، ليست الأمور الخاصة بفرع النادي الأهلي التجمع الخامس، ولكن أيضا ملف ألعاب الصالات. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.